عادل خويا احمد شاد النمر ثاني النمر اخويا احمد انت انت اخويا الفراش الشيخ بغات تسطيهم بغات تسطيهم خوينا في كوزينه ولا لا انت اخويا الثمن شحال قول لي الثمن وانت اللي غتقول لنا الثمن 80 درهم ما تبدلش والو والله ما نتفاك معاهم بالله شكرا احمد هاد السلعه هادي ديال نهار السبت ان شاء الله شمع على روبو السبت ان شاء الله يجيو لك شو كيدير احمد والله ما تلقاوهم 80 درهم هاي ستا ديال المرشيه الهبال ديال الحماق الروينه في الكوزينه احمد وتمن 80 درهم مربوحه هاي عادل ويا احمد ستا رجعت عاوتاني هذيك محبوبات الجماهير هذي جات ومشات وجات ومشات ديما تبقى تجي ثمن 80 درهم ها هو اللي فات ايه شاف شوينه في الكوزينه انت هالسيه قال لك شي ايه هذه احمد سلعه ديال نهار السبت ان شاء الله ان شاء الله الجمعه روبو السبت ان شاء الله تنحلو حتى ل 11 ونص ان شاء الله شوف شو البيض ديالك ها واللون فيها كاملين واه مزيانين وحنان فراشه زاويه على راسها والثمن احمد 80 درهم نهار السبت ياك عاد السبت ان شاء الله حنا هنا هاي عادل خويا احمد واش موديل الثالث ديال الفراشه شو كيدير ها انت اخويا شي كيدير ايه شو 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 احمد شو جردات مردوخه احمد ثمن 80 شوف شوف احمد اسبرو احمد بالروروا ثمن 80 درهم 80 درهم ابو احمد هاي عادل خويا احمد الروينه في الكوزين احمد كسوة ستات الموديلات ديال الكسوة ستات الموديلات انت الالوان والشكال والموديلات ست الموديلات ديال الكسوة هذا الموديل الأول هذا ثمن أحمد 80 درهم ياك 80 درهم شي هانت الأول شي يوم كاع اللي طاح لك في راسك كاين أحمد اللي حبيتي كاين موجود شوف 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 أحمد ها السامبل هادي راه ما فيها لا صداع في الأول وكاين هذا ثمن 80 شتا هادي ان شاء الله السلعه ديال السبت اليوم الخميس الجمعه روب وما تنخدموش اللي بغى السلعه السبت ان شاء الله السبت ان شاء الله حنا معاك والثمن 80 درهم ما كايناش 2600 ولا 150 درهم ثمن 80 درهم سات الموديلات الله جوج موديلات دابا الفيديو طويل وقال احمد ياك غيكون ضروري غيكون بغاو يشوفوا كل شيء احبابي شي ها الموديل الثاني ها الموديل الثالث هذا بالصديفات شي ايه ها شوف هاد لي السكينايا ثمن 80 درهم ها ثمن شوف ها ثمن خياطة سيدي حنا زين لاستيك وكاين هاد السامبل هاديك في صديفات شتي صديفات هاي تجيب صديفات ثلاثة صديفات فيها وفي الصمطة ديال هاي ها اللوان ديال اي لون بغيتي طاح لك في راسك تلقاه شتي تجي زوينه وتجي بارده ها البيض ديالها ثمن 80 درهم احمد اللي بغى السلعه السبت ان شاء الله شوف شوف شي الغوص كيدير به شا ها اللون اللي عزيز عليك احمد وراه كاين هو هذا موديل الثالث وكاينه هذه عاوتاني هكرا
هذا المدير الرابع اللي داز عاد. هذا الرابع قول لي انا. الخامس. قاسم ياش الجوع باغي نمشي على الدار. هذه الصيفات نازل. الشاب. ايه. الحزام شاي. شو كيدير؟ ها؟ واش القرقاع ولا لا؟ هذه شايفها الاول. شاب. ايه. وكاين عاوتاني هذا الموديل هذا. هذا فيه توا الصداف احنا. شيف. ايه. هاو فيه ثلاثة صداف. ها شي ست موديلات ديال الكسوة. راه كلها جات اليوم هذا. راه قليلة تاخذ 130 درهم. ناقص عليك 50 درهم ناقص عليك. 10 درهم وحلال. حلال يا رسول الله. والثوب راه بارد. ولكم هذاك. بالجرة تيتسنى السلعة. سير صوني عليه. شوف شوف. وكاين واحد الموضوع اخر عاوتاني ديال روينا كوزينه انا نوريكم شوف الله الوان حلو شوف الموديل هذا الخامس ولا الدخشاني السادس وكاين هذا الموديل احمد هذا فيه السمطه ديال الجد هاو هذه السمطه ديال الجد تجي مزيره هنا كل في ديالو فيها شتي ايه ركبونا من السمطه باش يشوفوا ضروري هذا الموديل اللي فيه السميطه ديال الجلد هادشي هاد البياسه تتلبس عاد باش تبان دابا ما تبانش شاف تجي مزير هادي شاف راه حشومه تباع ب 80 درهم ها الاول اللي فيها في هاد اللون هذا وباقي شي موديل اخر عاوتاني باقي فباقي في اللون باقي شي موديل محلي حتى حنا ولا حليت كلشي ها صافي وقال لي كيبان لي بحال يلاه مربوحه احمد الثمن 80 درهم حايد عادل وي احمد واش قلبتي السيكان؟ ندير كل شيء انا مالك تسوقك ها الحوال احمد ان شاء الله في العيد كبير غندير له 80 درهم لاش البكرون ولا الطالة؟ هذاك الشيء ديال تركيا نجيب لهم حاولين ديال تركيا غندير لهم 80 درهم غندير لهم 2400 غنجيب واحد جوج كاميوات احمد من تركيا ان شاء الله اللي يبغى الحاولي انتم من لهنا 80 درهم احمد شو الصاك ديال النمره احمد شو هو الصاك صار شحال الثمن 60 درهم شو هذا الماروكي داير وشو هذا القريب الكحل تمشي نتقاتل لكم على الهوجه ما تسمع حتى الله يرحم الوالدين والله ما تسمعها منكم غتاخذي هذا ب 80 درهم هذا غتاخذي 120 درهم ب 60 درهم ماشي 80 لا هذا باش تاخذ غتاخذ 120 درهم انا دير لي دير لي 60 درهم جوج غتاخذ 2400 درهم البحر وتسافر وكل شيء اي شو الموديل شو محشومة شي احمد ها 60 درهم ها صافي احمد مربوحة هاي عادل احمد واش الروينة الروينة راه ملي تنقول لك الروينة في الكوزينة ما تتعبنيش هذا في لون واحد عم صولي هذا كان 120 درهم عندي لي 30 درهم ها فاطمه كاع ما تعرف هذا الموديل شي ديال الشبك وداك الشيء ما تعرفش ليه شوف يدي فين طايح كثير شي ايه 30 درهم احمد فاش 40 بياسه ولا 44 بياسه اللي بغى السلعه يجي لها السبت هادشي هم سولدي ها انت احمد شي ايه بغات فاطمه شي وحده ولي تبان بحال هو ها انت اخويا احمد ثمن 30 درهم 30 درهم في هاد اللون هذا لون واحد لون واحد هم سولدي كان 120 درهم 30 درهم هايل عادل خويا احمد واش الروينة في لاكويزين احمد واش هادشي شو معيجيش بحال الجن ها انت شوف 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 بارد ومبرد احمد الله الله احمد غادي مرتي هادي وانت شوف كيدير دير الخيط هادي تمن 40 درهم نقول
واشكم 80 درهم ها هو اللي فيها. واللي بغى يسل العيش السبت ما يبقاش حتى للحد ولا حتى للعشيه، راه تندير راس طولت انا، انا السلعه ما تبقاش عندي، الناس كليان ديالي اللي تيتقداو راه عارفين شنو كيدير احمد. ايه شو كيدير؟ ثمن احمد 40 درهم. 40 درهم هادي راه فيها خمسه اللوانات شوف. خمسات الوان وتشوف خير ماشي داك النيل وتي ياكلكم. ها انت احمد ثمن 40 درهم، ها شي 80 درهم ثمن وحده دي جوج. عرفتي القصاريه تاخذي وحده ب 80 درهم، ترجع عند الزريقه تاخذي جوج ب 80 درهم. وبارده تلبسيها في الدار وكلشي، وفي هذا الموديل هذا ديال الريع عاوتاني. ها شيه؟ ايه تاهي 40 درهم اسيدي احمد، بنت الزين مرضي الوالدين. اه مرضي مرتو مسخوط امي الزاهية مسكينة، امي الزاهية احمد مسخوط معاك مسكينة، نقول له تاخد بيجامة وانت قلتي لها لا والله ما نخلصها لك محشومات، وكانت فاطمة قلتي لها جيبي التراكس هزي براسك، انا مسخوطة ما نعاشركش راه والله من عاشرك. تضحك سير سول هي تطلب دير ليا بحال هكا طلب. اه تدير ليا بحال هكا هاك شوف كيدير احمد، هادي 40 درهم هادي، هادي جوج تاخذهم 80 درهم. ها جوج تبردي في الصيف 80 درهم، مشيتي القصاري تاخذي وحده ب 80 درهم مربوحه احمد. حايل عادل احمد سيكان جاو عاوتاني سيكان. اه اللي كنا تنبيعو 80 درنا لهم 40 درهم احمد، موديلات ديال نهار السبت ان شاء الله. شوف ايه ها انت ثمن 40 درهم سيدي احمد، الحبال ديال الحماق روينه في كوزينه سيدي احمد. ها انت تبرع عليا سيدي احمد، ها ها انت سيدي احمد ثمن 40 درهم زوينه في لاكويزين اسيدي شوف. ايه ها انت احمد راه ما يمكنش نحل كل شيء، كاين شلا موديل خصوصا انا باقي في المحل ديال اللي تنقاد لكم في الفيديو. ها انت احمد شوف الوان صيفيين هادو. ايه ها انت احمد 40 درهم. 40 درهم ثمن 40 درهم، وكاينين الموديلات بزاف راه مايمكنش الحل. هما اخرين فينهم؟ هما مازال بزاف احمد بزاف، شحال قد ديال الحد؟ شوف ايه شحال قد ديال الحد؟ تبرعوا نهار السبت ان شاء الله. ثمن واحد دي جوج عاوتاني تا هو هذا. ايه والثمن 40 درهم. 40 درهم اسيدي احمد. ها انت اخويا احمد شوف شنو اللوز ها؟ اللوز قولي اللوز افاطمة بعد تا السنان تاكلي لكم اللوز. احمد ها السلعة ها السلعة كاين شي موديلات راه مايمكنش نحلهم كلهم، شو كيدير هاد عاوتاني راه مايمكنش. ها انتوما السلعة لا تجيو تفرعوا، ها انتوما الهبال ديال الحمار زوينة في لاكويزين، ها السلعة هي باقا هنا عاوتاني راه مايمكنش نحل كلشي. صافي احمد صافي خالد يجيو نهار السبت ان شاء الله السيكانات ان شاء الله. يلاه حيك احمد.